اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة تعلن أن يوم الخميس 17 من مايو الجاري سيكون غرة شهر رمضان المبارك للعام 1439 للهجرة، وذلك نظرا لعدم إمكانية رؤية هلال الشهر الفضيل يوم الثلاثاء 29 من شهر شعبان. وصف راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية السلطنة بأنها واحة للسلام والأصالة في منطقة الشرق الأوسط، وأكد التقرير أن القيام بزيارة لعمان تفضي إلى اكتشاف دولة استثنائية في شبه الجزيرة العربية تتسم بالاعتدال والاستقرار وتعيش أياما سلمية في منطقة ما زالت في قبضة الأزمات والحروب. حققت الخيالة السلطانية نتائج متقدمة في السباقات الأوروبية، حيث فاز الحصان المهيوب بالمركز الأول في منافسات سباق كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك في إسبانيا، فيما حقق الحصان رود المركز الثاني في منافسات سباق بفرنسا وخصص للخيول العربية الأصيلة.